وجي معادنا مع فقرة السكوب، والسكوب معانا النهاردة عن معركة نقابة الموسيقيين ومطربي المهرجانات. هو قرار مظبوط، لأن مهما كان متشدد برضه هنلاقي فيه حاجات فلتة، فلما يشد دلوقتي على الأقل نرتخي شوية، وبعدين برضه يعمل لهم شعبة الناس تاكل عيش، بس صوته مش حلو ما نجحش في النقابة ليه غني؟ أنا فعلا مع الفنان الكبير هاني شاكر في إن فعلا الناس دي ما ينفعش تطلع الساحة أصلا، يعني إن إحنا بنعاني من الكلام ده بالنسبة لأولادنا والأجيال اللي طالعة تسمع الكلام اللي بيتغنى دوت، اللي هو مش بيتغنى دي خناقة. اللي عمله هو الصح، بمعنى إن في ناس بالفعل كانت بتغني مخالف، يعني بتقول كلام لفظي مش مصرح بيه، فهو ما منعش، هو بس الألفاظ الخارجة هو معترض عليها. والله يا لو اتعمل لهم اختبارات وكانوا ناس كويسين ما فيش مانع، ايه المشكلة؟ سوقوا سمعة الأغاني المصرية تماما، وده أحسن قرار اتاخد، وكان المفروض يتاخد من زمان جدا. لا بصراحة قرار يعني مش عاجبني أنا شخصيا، يعني احنا جيل، الجيل هو ده الجيل بتاعنا، مش مستاهل ان انت يعني تلغي بتاع 20 مطرب. يعني ممكن اللي ما عجبكش اللي هو يعني كصوت ماشي من نوافق عليه بيه، يعني لكن مثلا الناس اللي هي فلاتر بقى والكلام ده انت فاهم حضرتك، يعني ممكن ماشي تلغيها نقابه، لكن في ناس اصواتها حلو مش مستاهل ان انت يعني تلغيهم من نقابه. في الافراح بتاعتنا الكلام ده كله الاغاني الشعبي والمهرجانات لازم تبقى موجودة طبعا عشان الفرح وكده زي ما الناس كلها عارفة، لكن هو طبعا بيبقى فيها يعني بعض الأغاني بتبقى فيها كلمات طبعا مش لايقة، الكلام ده حاجات مش كويسة، دي اللي ممكن تتوقف، لكن مش كلها. كل واحد على حسب إيه؟ على حسب استماعه وعلى حسب ذوق السمع، فالقرار دوت بيرجع لمين؟ مش بيرجع للفرد اللي صدره، بيرجع للمستمع نفسه. أكيد كلنا تابعنا الأيام اللي فاتت قرار نقابة الموسيقيين بإيقاف 19 اسم من مطربي المهرجانات، وهو القرار اللي أثار حالة جدل كبيرة جدا ما بين مؤيد ومعارض. طيب هل قرار النقابة سليم ولا كان فيه مبالغة؟ وهل من حق مطربين المهرجانات أنهم يغنوا حتى لو ما كانتش أصواتهم حلوة، ولا كده هم بيضروا الذوق العام؟ عشان نحلل كل ده منورني في الاستوديو الناقد الموسيقي محمد شميس. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك. عامل إيه؟ زي الفل. دايما نجيبك في الخناقات. حظي سعيد أن أنا موجود معاك النهاردة نتكلم عن موضوع مهم وبيشغل يعني الرأي العام. طيب احكي لنا بقى عن الحاصل ده، إيه اللي بيحصل في النقابة؟ هو يعني خلينا نبدا من البيان. اول حاجه يعني في اسماء موجوده ملهاش علاقه اصلا بالغنى، تاني حاجه مكتوب مثلا اسم حسن شاكوش وحمو بيكا، الناس دي كان معاها تصريح، طب على اي اساس انت اديت له التصريح وعلى اي اساس بتمنعه؟ يعني ليه وافقت وليه بتلغي؟ الاسئله دي المفروض حد يجاوب عليها من النقابه لو انت شايف انهم وحشين. انا ما بتكلمش بقى ان هو حقك ولا مش حق، بس خلينا نمشي بوجهه النظر اللي انت بتقدمها لي، هم وحشين، انت ليه اديت لهم تصريح ان هم يغنوا، وليه هم سحبت منهم التصريح؟ حسن شاكوش يعني كان ليه وقعه. انا سمعت ان حسن شاكوش، وصلحني لو انا بقول معلومه غلط فيه، كان ليه وقعه مع زميل ليه، واللائحه بتاعت النقابه بتسمح لهم ان هم يعاقبوا لو في تداخل ما بين اتنين. تمام. حمو بيكا بقى عمل ايه؟ حمو بيكا انا سمعت ان هو سقط في الاختبار مرتين، ده حقيقي ولا ايه اللي بيحصل؟ ما هو برضو هنرجع بقى لاليه الاختبارات، احنا بنختبره على ايه؟ يعني مثلا الناس دي ما بتقولش يا ليلي عيني، الناس دي بتغني راب، يعني هم بيغنوا راب، فانت بتيجي تجيبهم وبتصنفهم في حاجات وتختبرهم في حاجات هم ما بيغنوهاش، هم مش عايزين يغنوها. الراب ما فيهوش المفهوم التقليدي للحن، فبالتالي مش محتاج امكانيات صوتيه. يعني انت بتقول ممكن ان تغني وانا ممكن اغني. الامتحان يا محمد نفسه
معناه ان هو معقد جدا ومش لايق اساسا على الفن اللي هم بيقدموه. او مش معقد، هو لكل حاجه حاجه. أوكي. يعني احنا الغنى ده مساحته عريضه كبيره جدا طبعا، والتعبير بالمزيكا مساحته برضو كبيره جدا. ممكن فنان يعبر عن نفسه بالات من غير اصلا ما يبقى فيه غنى. فالمفروض النقابه طالما هي نقابه موسيقيين المفروض ان هي بتحاول تحتوي كل الاشكال الموجوده على الساحه، وان هي تحاول تحسن من اوضاعهم وتوفر لهم بيئه مناسبه ان هم يبدعوا. طيب انت شايف الموضوع بطريقه برضو مختلفه شويه يا محمد. في ناس بتقول ان المهرجانات دي زي ما انا قلت في التقديمه بتضر بالذوق العام، ايه رايك في الكلام ده؟ ما احنا محتاجين نعرف مين هو اللي بيتكلم باسم الذوق العام، يعني اللي بيطرح الموضوع ده. ده ذوقك انت الشخصي مش الذوق العام. الذوق العام اللي بيعبر الجمهور ده عن نفسه بعدد استماع، لو في تذاكر مباعة الحفلات بعينها، لو في مثلا اغاني ديجيتال بيدفع فلوس عشان خاطر يسمع الغنوة دي. فده هو الجمهور العام، هو اللي بيحدد مين ناجح ومين ما ناجحش. فبالتالي ما ينفعش حد يبقى عامل اغنية عاملة 500 مليون مشاهدة وحد يجي يقول لي انا قررت ان انت مش تسمعها. يعني بس هو كان برضو بيتكلم ان ما ينفعش يكون في الفاظ خارجه، زي ما انت عارف ان المهرجانات ساعات كتير جدا بيكون فيها الفاظ ما كلنا ينفعش. مش عايزين الالفاظ طبعا الخارجه دي، تمام. وده من حقه ان هو يعترض عليه طبعا. ده برضو يعني في حاجه اسمها احنا عندنا المصنفات، دي برضو هي اللي منوطه بالموضوع ده. ولو حد عامل اغنيه بتدعو مثلا يعني النقابه ما لهاش حق ان هي تعترض على لو في كلمات خارجه في المصنفات، هي اللي بيروح يعدي عليها الموضوع ده. فعشان كده احنا عايزين الموضوع يمشي باطار قانوني، الناس دي تيجي تخش النقابة عشان أقدر حتى أتفاوض معاهم إن أنا أخلي الأغاني بتاعتهم تعدي على الأدوات الرسمية لإنتاج الأغاني زيهم زي باقي الناس، عشان حتى أقدر أنا كدولة أعمل أو كنقابة أو كمجتمع أقدر أعمل كنترول. لكن أنا دايما بهمشهم، فهو بيقفل على نفسه باب الأوضة وبيغني وبينزل. وبعدين برضو إحنا المجتمع بتاعنا بيقدر يفرز مين كويس ومين الوحش، ولو في اغنيه وحشه فيها شتايم ما بتتسمعش. يعني الاغاني الاكثر انتشارا واكثر جماهيريه ما فيهاش شتايم، ما حدش هيسمع الاغاني دي. بتشتغل في الافراح، ما فيش فرح هيشغل ويبقى جايب والده ووالدته وكبار العائلات ويشغل اغاني فيها شتايم. فدي اصلا اشكاليه احنا بنطرحها، وكان مثلا المجتمع بتاعنا بيحب الشتيمه. يعني لما نيجي نشوف الاغاني الاكثر استماعا ما فيهاش شتايم. طيب انت شايف ان المطربين اللي توقف اللي توقفوا في النقابه ال 19 اسم المفروض يكونوا موجودين في النقابه؟ اه طبعا. هو لا، فيهم ناس، ما هم بقول لحضرتك فيهم ناس اصلا ما بتغنيش، وفي واحد مشجع كوره. يعني انا مش هطالب ان هو يبقى موجود لان هو اصلا ما بيغنيش، بس يعني الناس اللي بتغني المفروض النقابه اصلا تحتويهم وتحتوي غيرهم كمان. وبعدين برضو هو قال في فرق بين المهرجانات والراب، ايه هو الفرق؟ يعني انا محتاج، انا كراجل يعني صحفي محتاج اعرف ايه الفرق. يعني علمنا استاذ هاني، قول لنا ايه الفرق بين المهرجانات والراب. مفيش اي فرق غير في التوزيعات الموسيقيه. في توزيع موسيقى مثلا بيشتم؟ لا مفيش. المزيكا ما بتشتمش. فاحنا ازمتنا لو كلها فيها حاجه ليها علاقه بالكلمات. طالما انت سامح للراب ان هو يغني، بالعكس اغاني الراب فيها شتايم اكتر، فيها كلام عن الجنس، فيها كلام عن المخدرات، فيها كلام عن يعني احيانا بيحرض على العنف. ده مش موجود في غالبيه اغاني المهرجانات، وبالتالي ده مسموح بيها. ومسموح بيها مثلا عشان هم شعبيتهم اقل من المهرجانات، عشان هم مثلا ما بيروحوش افراح، فمش داخلين منافسه مع معظم العاملين في نقابه الموسيقيين اللي المفروض يبقوا موجودين في افراح او مطاعم او كده. محدش برضو في فرح هيجيب مغني راب، لكن أكيد بيجيب مهرجانات عشان بيرقص الناس. فهل هكذا تدار نقابه الموسيقيين يعني؟ طيب انت حاسس يمكن عشان نوع المهرجانات دي او الفن ده مختلف وجديد علينا برضو، فممكن يكون لسه في الاول فبيحصل زي هو بقاله 10 سنين و10 سنين ده مش كتير. واستاذ هاني شاكر من ساعه ما مسك نقابه الموسيقيين وهو عنده ازمه، كل مره يطلع يقول انا عندي ازمه مع اغاني المهرجانات. طب حلها. يعني 6 سنين بنتكلم نفس البيانات، نفس الاشكال، نفس لا بس الكلام. هو برضو يا محمد، طب ليه ما بتتحلش؟ انا هكلمك كمستمع. هو الموضوع بيختلف، يعني من مطرب لمطرب بجد الموضوع بيختلف، ومن اغنيه لاغنيه الموضوع بيختلف، ومن منظر لكليب معين لمنظر تاني برضو بيختلف. فهو ممكن يكون برضو يعني لو هنفكر كده مع بعض بصوت عالي، ممكن يكون بيكون عنده مشكله ان كل شويه الموضوع بيختلف عن المره اللي قبليها واللي بعديها. طيب ما دي حلاوه الفن ان هو دايما متغير. ويعني لو بنتكلم على اي فنان، الاغاني اللي كان بيقدمها في البدايات غير الاغاني اللي بيقدمها دلوقتي. بدايات عمرو دياب مثلا ما كانش مغني عاطفي خالص، وكان بيغني للطريق وللجبل وللمدينه. دلوقتي عمرو دياب مغني عاطفي، بيغني بس المشاعر العاطفيه.
ده على مدار 40 سنة من الغنى مشروعه بيتشكل وبيتطور على حسب احتياجات الجمهور، واللي كان بيقدمه من كام من 40 سنة مش هو اللي بيقدمه دلوقتي. فده ليه علاقة بان الناس عايزة ايه، فدي طبيعة الفن ان هو لازم يبقى متغير. لو احنا فضلنا موجودين زي ما احنا مش هيبقى فن يعني. مظبوط. فدور المجتمع ان هو او دور القائمين يعني على إدارة المؤسسات زي نقابة الموسيقيين والهيئة والرقابة على المصنفات، المفروض دول يعني يحاولوا يحتووا الأشكال الجديدة، ونحاول ان احنا نوصل معهم لصيغة تفاهم، مش بان يبقى فيه كلام بنكرره كل شوية. طب محمد انت ناقد موسيقي، قول لي انت لو في المكان ده هتتصرف ازاي؟ هتعمل ايه؟ هستوعبهم كلهم طبعا. ازاي هتعمل ايه؟ هديهم كلهم تصريحات ان هم يغنوا، وهعمل شعب جديدة للأشكال الموسيقية الجديدة اللي بتتقدم كل شكل. طب والكلمات الخارجة والحاجات اللي بتحصل؟ عندي الرقابة على المصنفات تتعامل مع الموضوع ده، وعندي أصلا القانون الجنائي بيتعامل مع الموضوع ده. أنا حتى لو شتمت حد على الفيسبوك بتاعي هتحبس. لو أنا عامل أغنية فيها شتيمة، في قانون جنائي أصلا بيمنع الموضوع ده. مش محتاج إن إحنا يبقى ليه نقابة أو تتكلم في حاجة زي كده، لكن أنا دوري إن أنا حتى يعني لما اخد انا الناس دي كلها الموسيقيين، فلما ليه حد فيهم يغلط او يخرج عن الاطار بقى الطبيعي في الكلمات، فساعتها انا هقدر ان انا امنعه. فلما يشوف زمايله شغالين وهو لا، هو يحاول يبطل ده. لكن انا بقول لهم كلكم على بعضكم ممنوعين، وبالتالي انا ما عنديش اصلا اليه ان انا انفذ قرار المنع ده. يعني هتمنع ايه؟ طيب ميرسي يا محمد، جدا شرفتني في الاستوديو، والمره الجايه نجيبك مش في خناقه ان شاء الله. اتمنى والله. ان شاء الله. دلوقتي يلا هنروح لفاصل، وهيكون معانا فقرة جديدة ومميزة، استنونا.